حالك يا بياض؟ لم يبقى ولا سمكة واحدة يا أمي، الغلة بيعتوها بخمسين جنيها. أه؟ قالت لك بكم؟ بياضة باعت السمك بخمسين جنيها. معقول؟ خمسون جنيها؟ وماذا كنت تعتقد فيا يا أبي؟ أن بياضة والأجمع على الله. ربنا يحميك يا بنتي. خذوا النقود يا أبي. من يد من أعدمها قادر يا كريم؟ بنتك شطرة جدا يا شلبية. طبعا مثل أبيها. مثل أمها. لا لا أبيها. وأنا أقول مثل أمها. كفى كفى لأميها وأبيها. كفى. هيا يا شلبية خذي بياضة واسبقاني وأنا سألحق بكما. لا تتأخر يا حنة. سأكون وراءكما. تركتك بعافية يا أبي. طريق السلامة يا شربات. خلفتك زين يا حنفي والخير حواليك يا حنفي وملو ايديك يا حنفي. وأحضرت لك أيضا بوري وأروس. زين يا أمي زين، الله يزدنا من فضل. شعبان أما زلت نائما؟ هو دائما يقوم من النوم لينام، لا عمل ولا يحزنون. شعبان قم يا ولدي، يا ولدي قم، أنت نائم من الفجر لصفار الشمس، نهارك كل نوم. أتركيه يا أمي، وحتى لو قام ماذا سيفعل؟ يأكل يا بنتي، هل سيظل من غير أكل؟ وهل هذا يصح؟ قم يا شعبان، قم لأجل الأكل. تقولين أكل؟ أنا جاهز. أترجع في كلامك يا أمام؟ أنا لا أرجع في كلامي، غاية ما في الأمر أن أبي اليوم مريض ولا يصح أن أتركه وألعب معك بالكرة. وأنت حتى لو قعدت جنب أبيك ماذا ستعمل له؟ أنت حكيم؟ أنا لن أقعد بجانبه يا شعبان، أنا سأذهب لأبيع السمك الذي اصطاده أمس. تبع ماذا؟ ماذا يضحكك يا شعبان؟ أنا قلت شيئا يضحك؟ جدا جدا يا إمام، أنت تعرف كيف تبيع وتشتري؟ وما الضحك في هذا؟ أتعلم يا أخي، ثم أنني لست أقل من أختك بياضة، إنها تقف في السوق وتبيع السمك. يا للعبط يا أولاد، بياضة لو كانت ولدا كانت لعبت معنا الكرة هي الأخت. يا سلام، ومن الذي يجب عليها أن يعمل يا شعبان؟ الولد أم البنت؟ أنا ما زلت صغيرة. إنني في مثل عمرك يا شعبان، ومع هذا سأذهب إلى السوق أبيع وأشتغل. يظهر أنه لا فائدة معك. نعم لا فائدة، ولا تعطلني يا شعبان، ودعني أذهب لأبيع السمك. بيع يا أخي، ألا أقدر ألعب وحدي؟ بثلاثة ونصف، بثلاثة ونصف، بثلاثة ونصف فقط. أنظر بثلاثة ونصف حيا، بثلاثة ونصف، بثلاثة ونصف، بثلاثة ونصف. انظري كبير، بثلاثة ونصف. إلى أي شيء تنظرين يا أمي؟ أترى هذه البنت يا رؤوف؟ ما شأنها يا أمي؟ تعرفينها؟ لا طبعا، أنا أريد أن تنظر لها فقط وتقول ماذا ترى. لا شيء، بنت صغيرة تبيع سمكا. تبيع يعني تعمل. رؤوف يا ابني، الإنسان ليس له أي قيمة من غير عمل. أتريدين أن أضع مشنة جنبها وأبيع سمكا؟ لا لا، أنا لا أقول هذا، لكن الذي لا يصح أن تتخرج من الكلية وتبقى كل هذه المدة من غير عمل. سبق أن قلت
إنني لم أجد الوظيفة التي تناسبني. التي تناسبك أهي بدلة أم كرافات؟ يا ابني افهم، أي عمل مدام شريف سيوصلك إلى ما تريد وسيحقق ذاتك. ليس المهم نوع العمل، المهم أن تعمل وتكسب بعرق جبينك. أسمعت طول حياتك عن شعب تقدم دون أن يعمل وينتج؟ الذي يسمعك تقولين هذا يقول إن بلدنا لن يتقدم إلا إذا عملت أنا. لو كل شاب قال مثل ما تقول لن يتقدم بلدنا خطوة واحدة، والبلاد التي كنا نسبقها ستتفوق علينا ونقف نحن نتفرج. مساء الخير يا أمي. لماذا تأخرت يا بنتي؟ لقد قلقنا عليك. وماذا أعمل يا أمي؟ السوق اليوم كان نائما حبتين. ماذا تعنين يا بياض؟ هل بقي معك سمك؟ معي سمك؟ صحيح السوق كان نائما، لكن ليس علي، أنا بياضة والأج على الله. بكم بعت اليوم يا بياض؟ ب35 جنيها، بالتمام والكمال. يا فرحتي يا أولاد يا فرحتي، ربنا يحرسك من العين يا بياضة يا بنتي. إلى أين يا أم؟ سأذهب لأبيك وآتي على الفور. الشاي على النار، لاحظيه حتى يغلي. أمك يا أم. تفضل، كم يبقى لك عندي يا عوضين؟ من ثمن شبك القديم أو الجديد؟ من الاثنين معا. من الاثنين معا يبقى لي 95 جنيها بالتمام والكمال. هانت يا عوضين، لك علي 2 أسبوع على الأكثر وأكون قد سددت ثمن الشبك كله. ربنا يسدد عنك يا سيد حنفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ساتر، متى ننتهي من هذا الدين الذي في رقبتنا؟ هانت يا حنفي، طلعتان أو ثلاثة ونسدد الدين بإذن الله. لله يا محسنين، لله يا رب يا رب. يا رجل اتق الله في نفسك، تتسول بالنهار والليل أيضا. ماذا جرى لك يا رجل؟ ماذا جرى لك يا حنفي؟ أنا لم أقترب من منطقتك. وأنت تستطيع أن تقترب من نواحينا؟ على رأي المثل، اشتخد الريح من البلاط. يجب أن تخجل من نفسك يا رجل، أنت رجل طويل عريض وصحتك على ما يرام. ابحث لك عن عمل شريف تأكل منه عيشا. اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد البطالة نجسة. أنا لن أقترب منك، سأترك لك هذه الناحية كلها. حسن أليلة النعمة والخيرة لله محسنين. يا رب يا رب، قليلا من الدفء، قليلا من الدفء. لله يا محسنين، لله. أقطع ذراعي إن لم تكن رجلاه أسلم من رجلي ورجليك. Thank you.
شعبان، لماذا لا تظهر بياضة أختك في السوق هذه الأيام؟ ألا تعرف ماذا حدث لها؟ لقد وقع على رجلها ماء يغلي. ماء مغلي؟ يا ساتر يا رب. كتر الله خيرك أمام ولدي، مستورة والحمد لله. أنت بهذا تخجلني يا عم حنفي، ألست مثل ولدك شعبان؟ شعبان شعبان يا ولدي لم يعد يدري بشيء غير الكرة ولعب الكرة. اسمعي يا خالتي، من الغد انزل البحر مع عم حنفي، وأنا علي أن أبيع لكم سمككم مع سمكي. وماذا أقول لك أمام يا ولدي؟ لو كنت أستطيع أن أصطاد وحدي لكانت خالتك شلبية نزلت تبيع السمك وانحلت المشكلة. ليس في الأمر مشكلة يا عم حنفي، نحن اتفقنا، وفي الصباح سأمر عليكم أخذ السمك وأذهب إلى السوق بإذنكم. انتظر بياضة. أيوة يا أمين. ألف سلامة لك يا بياضة. لقد سمعت كل شيء يا أمي، إمام لن ينزل السوق بدلا مني. لماذا يا بنتي؟ إمام مثل أخيك والناس لبعضهم. تكلم أنت يا أبي، هل من المعقول أن يلعب شعبان الكرة ونأتي بالناس ليخدمونا؟ عندك حق يا بنتي. إذا رفض شعبان أن ينزل السوق أنزل أنا وأبيع سمكي بنفسي. كيف يا بنتي وأنت ما زلت بعافية؟ إما شعبان وإما أنا، ماذا قلتم؟ يا أبي أنا. يا ولدي لا تضايقني وتخالفني، أختك ما زالت كما تعلم، وعلينا ديون لصاحب الشبك لابد أن نسددها. صاحب الشبك يمكن أن ينتظر بعض الوقت. وأنت ماذا وراءك؟ أليست الكرة ولعب الكرة؟ أنا ألعب مثل كل الأولاد الذين في سني، مثل زملائي. أم تريد أن يلعب زملائي وأنا لا؟ وأمام أليس في مثل سنك؟ ها أنت تراه أصبح يتعب ويعمل وسيصبح رجلا ملء العين يملأ ثيابه. وأنا لا أريد أن أملأ ثيابي. كيف تقول هذا يا ولدي؟ إياك أن أسمعك تقول هذا مرة أخرى. سأشتغل بعد اللعب يا أبي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معانا السمك التازة، معانا السمك التازة. أمر معانا السمك. قف قف يا رهوف. معانا السمك التازة. ألم تكن تريد أن تأكل سمكاً؟ ها هو السمك أمامنا. ألم تجدي غير هذه البنت لتشتري منها؟ وأي ضرر في هذا؟ بنت فقيرة ننفعها. انزل انزل يا رؤوف. أي خدمة يا سيدتي؟ معي سمك طازة خارج من البحر من لحظة، انظري. قولي لي يا فتاة ما اسمك؟ بياضة. قولي لي يا بياضة، ما الذي جرى لرجلك؟ رأيتك من أيام في أحسن حال. قدر ولطف يا سيدتي. أزن لك كم كيلو؟ اطمئني سأأخذ السمكة كلها. ماذا سنعمل بكل هذا يا أمي؟ اسكت يا رؤوف. كم تريدين ثمنا له؟ من أجل وجهك السنة بدعين جنيها فقط. 40 جنيها؟ سنأكل سمكا أنا وأنت فقط ب40 جنيها يا أمي؟ يكفي 2 كيلو فقط. أنت ما تريد يا سيدي، وعنك بالمرة، خذ السمك والنقود وصل. كما قال مدام يريد هذا، خذي. ما هذا سيدتي؟ أنت حسابك 7 جنيهات فقط. ما شأنك؟ نقودها وهي حرة فيها. نعم، ولكنني لا أأخذ نقود لم أعرق فيها. أنا لا أقبل إحسان من أحد، أنا أحب أن أتعب وأعرق وأكل لقمتي بعرق جبين. أنت وما تريدين، خذي ما تأخذين وهاتي الباقي. هذه هي الأصول، أخذ إحسان كيف؟ أنا أعمل ولست عجازة.
ألا تريد أن تعمل بعد ما رأيت وسمعت؟ اتركني يا شعبان واذهب إلى حال سبيلك. أنا أغضبتك في شيء؟ ألم تلعب معي بالأمس؟ أنا لا ألعب مع طفل. إذا كنت تريدني أن ألعب معك اذهب واعمل وأرح بياض المريضة. لماذا لا يريد أحد أن يلعب معي؟ شعبان كفى يا أخي، لا تغضب وتزن هكذا. سامحيني يا بياضة، أنا معترف أنني مخطئ. ما دمت قد عرفت أنك أخطأت، أنا سأذهب لأصحابك وأطلب منهم أن يلعبوا معك. لا يا بياضة، انتهى الأمر، أنا لن ألعب بعد الآن، سأعمل كما قال أبي وأشتغل وأعرف إلى أن أصبح رجلا أملأ ثيابي وأحمل الحمل مع أبي. أنت جد في كلامك؟ كل الجد، ومن الصباح سأنزل السوق وأبيع السمك بدلا منك. وأنا؟ أنا أنزل معك؟ لا، أنت تلزمي البيت تستريحي إلى أن تشفي، لكن على شرط. أي شرط؟ تقولين لي بكم أبيع كيلو السمك؟ أخيرا ستعمل يا رؤوف، هذا أحسن خبر سمعته في حياتي. نعم يا أمي سأعمل. مجدي زميلي والده عنده مصنع صغير، سأترك المصيفة اليوم وأنزل لأستلم العمل. هذا عظيم، ألف مبروك لك يا حبيبي. هذا ما كان يجب أن يحدث من زمان يا أمي. لا تتصوري مقدار خجلي وأنا أرى فتاة صغيرة فقيرة ترفض أن تأخذ نقودا دون أن تتعب فيها. ساعتها أحسست بأن لا قيمة لي ولا هدف ولا كيان، بل أحسست أن الموت أفضل من حياة بلا أمل ولا مستقبل. أنا سعيدة أن أسمع منك هذا الكلام يا رؤوف يا ولدي. وأنا سعيد بأحلى أكلة سمك جعلتني أحس بأهمية العمل للإنسان. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم.